حديث الكويت والناس. راح ننتقل الآن إلى برنامج وجه لوجه، وراح يكون ضيوفنا اليوم الأستاذ وائل المهندس وائل المطوع، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب والتعليم التطبيقي، وأيضا الدكتور خالد الهيلم والدكتور محمد خاجة من الصندوق، وأيضا الحديث عن الأزمة اللي تواجهها أعضاء هيئة التدريب والتدريس في صرف مستحقات مع الفصل الدراسي الصيفي، والمناوشات اللي بينهم كانت مع مجلس مع بعض نواب مجلس الأمة. راح نتحاور حول هذه النقطة، واللي يحب يتواصل معنا راح إن شاء الله خلال الحلقة راح تظهر الأرقام معكم. خميس وليمعة إجازة، نرجع لكم السبت إن شاء الله بتقارير جدد وأمور كثيرة إن شاء الله من أجل مصلحة هذا الوطن. أعزائي المشاهدين، مغازل الخير اليوم راح يكون عندنا عن مشروع مستشفى جابر الأحمد الصباح. هذا المشروع الضخم، أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، المتوقع إن شاء الله أن يتم افتتاحه في نهاية هذا العام. نشوف مغازل الخير، افتتاح مغازل الخير لمستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأرجع مع ضيوفي في برنامج وجه لوجه.